إذ العمل الإنساني تقوم بتوزيع مواد التدفئة وبعض المواد الغذائية على أهلنا الوافدين من وادي بردة. أنت جاي من بردة الأولى تقول لي لقد صورني؟ عدد الأولاد لا يجزيكم الخير. نتشكر كل الجهود والمؤسسات اللي عم تساعدنا، وقف الديانة التركية عن المساعدات اللي عم يقدموا لنا اياها. انا مواطن من وادي بردة نازح جديد لهون. صورة.